عايز تعمل فيا ايه تاني اكتر من اللي عملته؟ اللي عملته ده كان رد فعل طبيعي للي انت عملتيه معايا، ولا انت فاكره انك ممكن تاخديني لحم وترميني عضم؟ اصحي يا ماما، انا نبى ازرق واللي يدوس لي على طرف ادوس على رقبته. يا رب خدني وريحني يا رب. لا لا، المده اصله راحه مش هخليك تطوليها ابدا. كل ده عشان مش عايز اعيش معاك؟ ده انا اللي مش طايق ابص في وشك. لكن لا، مش انا اللي يتقال لي لا، انا بس اللي اقولها وفي الوقت اللي انا اشوفه مناسب. انت اكيد مجنون. احنا بقينا في زمن الجنون، كل الموازين اتلخبطت. وفي حد عاقل يصدق اللي انت عملتيه معايا؟ انا حبيتك وجوزتك وصنتك، كنت امينة عليك. ده بأمارة ما رفضت تسلفيني فلوسي وانا في محنتي. خفت لا تضيعهم زي ما ضيعت اللي عندك، لكن ما غدرتش بيك زي ما انت عملت فيا. انت اللي اعلنتي الحرب، وفي الحرب كل شيء مسموح. ولا تكونيش فاكراني طيب وبرياله، انا طيب بمزاجي مع اللي يستاهل، وابن حرام مع الخسيس الوطي. عمري ما كنت اتخيل انك تطلع كده ابدا. ولا انا كنت اتخيل انك تطلعي كده ابدا. ده انا فتحتلك دراعاتي، اديتك كل الحلو اللي جوايا، كنت بستحمل سخافاتك وقلة ذوقك واقول معلش. عملت عشانك حاجات ما كانش ينفع اعملها، اشتريتك بالغالي وانت بعتيني بالرخيص قوي. وخلاص، ما انت خدت كل حاجه، عايز ايه تاني مني؟ عايز ابني. وانا مش عايزه ابني منك. قلتلك مش بمزاجك، وقت الاختيارات خلاص انتهى. دلوقتي مفيش قدامك غير الامر الواقع اللي انا هختاره وهفرضه عليك. هسقط نفسي ساعتها، هتهمك بقتل ابني وهخليك تكملي بقيه عمرك في زنزانه بين اربع حيطان. يعني لو جبت لك ابنك هتطلعني؟ مش لما اخد حقي؟ هتنزل لك عنه عشان مش عايزه حاجه تفكرني بيك. وفي ام تتنازل عن ابنها بالسهوله دي؟ انت كل مدى ما بتاكدي لي ان اختياري كان غلط. صلح بقى غلطك وطلقني. قلت لك لما اخد حقي الاول. قلت لك هتنزل لك عنه، عايز ايه تاني مني؟ لا لسه في حاجه تانية. حاجه ايه؟ انا كنت اتوقع الغدر من اي حد في الدنيا الا انت، ولما حصل وغدرت بيا اتصدمت صدمه عمري. اصل لو كنت ربيت كلب كان بقى وافي ليا اكتر منك، وصدمتي فيكي دي جابت لي السكر وانا لسه في عز شبابي. انا مش فاهمه تقصد ايه. من الاخر كده، انا مش هطلقك الا لو جبت لك السكر زي ما جبتهولي. انت اكيد مجنون. ده عدل ربنا. اخلع نفسي منك وعلى مفخلك اركبه. ساعتها بقى هطالبك برد المهر اللي دفعتهولك، المليون جنيه، وكل حاجه خدتيها مني هرجعها تاني. ما نديتك كل حاجه. مفيش ورقه تثبت ان اللي انا خدته منك ده مهرك. يعني كانك دخلتي مشروع وخسرتيهم فيه. وفي كل الاحوال انا ليا حق عندك، وهسجنك بيه لو فكرتي تخلعي نفسك. يعني مش هعرف اخلص منك ابدا؟ لا، ما انا هسجنك. فخديها من قصرها وتسجني هنا في الفيلا احسن ما تنامي على البرش وتتبهدلي. على شكلي كده وقعت في بير ملوش قرار، عمري ما هعرف اخلص منه. وانا اصلي يا حبيبتي مش هسيبك الا وانتي على نقاله. عملنا كل المحاولات مفيش فايده. يعني ايه الباقي في حياتكم؟ لا انت كذاب، انا ابني عمل عمليه وخف يعني هيعيش. من فضلك يا استاذ، دي اعمار ملناش فيها اختيار. يعني ايه ما قدرتوش تعملوا له اي حاجه؟ انا هوديكوا في 60 داهيه. يا استاذ لو سمحت، ابنكم جالنا تعبان، درجه حرارته عاليه وعنده تليف في المخ، كل التحاليل والاشعه اثبتت كده. باقي في حياتكم؟ لا لا ابني، لا خدتوا
مني يا رب. كان بقى كويس، كان بقى كويس. لا ليه؟ حطيتني في ابني ليه؟ معاقبتنيش أنا ليه؟ معاقبتنيش أنا وسبته هو ليه؟ معاقبتنيش أنا وسبته ليه؟ اهدي يا هدى، اهدي عشان خاطري ده مقدر ومكتوب يا حبيبتي. كان خلاص، كان خف، كان خف وبقى كويس. انا ما صدقت، ما صدقت اخده في حضني من تاني. عمر راح، مش هيرجع تاني؟ طب ليه؟ بس حرام كده يا هدى، ده امر ربنا. بس تعالي معايا، تعالي قومي ارتاحي، تعالي. يا رب ارحمني وخدني بقى، وخدني بابين ارحمني. هدى عصابها تعبانه قوي يا ماما. مسكينه يا بنتي، الله يكون في عونها. أنا غالي قوي يا حبيبتي، ربنا يصبرها ويصبرنا كلنا. المرحوم كان غالي عليا قوي. مش مصدقة، عمر روح؟ ده مولود على إيديا. الأعمار بيد الله يا حبيبتي، مفيش لا كبير ولا صغير على ربنا، وكلنا رايحين. وسبحان من له الدوام.